واكيد ملي كتكون الهزيمه في فريق بحجم فريق الرجاء الرياضي والضغط اللي كيعيشوا، طبيعه الحال كل شيء غادي يبدا يعني يدلي بالاراء ديالو، كاين اللي غيطالب بالرحيل وهي الاغلبيه اللي كاينه انا مطالبه برحيل المدرب، وكل شيء غيبدا يتساءل، كل شيء غيبدا يحمل المسؤوليه يعني المدرب، الاعضاء المكتب الموسمي، خصوصا الناس اللي كان عندهم اتصال مباشر يعني بالمدرب وباشر معاه المفاوضات. هذا هو العادي داخل فريق الرجاء الرياضي. جوج الهزائم بطبيعه الحال بالنسبه للفريق بطل في الموسم الماضي كانت غير مقبوله، وعطت اشارات سلبيه بان الفريق ما مستعدش كيف ما كان في الموسم الماضي انه ينافس على اللقب. كنظن بان قرار ديال الاقاله تخدع باجماع ديال اعضاء المكتب المسير. اليوم كنظن المرحله اللي دخلها فريق الرجاء الرياضي ومرحله البحث على مدرب جديد. مجموعه من الاسماء مطروحه على الطاوله، كاين اللي كيقترح إطار وطني أو اطار وطني، ما نظنش كله يعني شنو كيقترح في كل شيء، كيقترحوا مدربين اجانب، كاين مدربين دي سي في ديال مدربين المانيين، كاين اللي اتصل بعادل الشاذلي اللي كان لاعب سابق ديال فريق الرجاء الرياضي، صار يعني انه يجي يشد الرجاء، وكان عادل الشاذلي احسن من هاد المدربين اللي كاينين هنايا، نتكلم على جرين دو وعلى زكريا وعلى مدربين اخرين اللي كاينين دابا في الساحه الوطنيه. عادل الشاذلي ما عمرو درب شي فريق اصلا، لعب في الرجاء، لعب تقريبا سنه ولا سنتين لقيت كنتذكر، ما اسم اخر بحال زكريا بحال جرين دو وغيرهم كنعرفوا التاريخ ديالهم مع الرجاء، كنشوفوهم يعني في الثقة اللي التدريب، كانت في أبو سروال كنقول كذلك. ما فهمتش انا علاش الناس كتفكر ربما بهذه الطريقه. واسماء اخرى سميتو كاين بيستروي، فوران كاين بيزيرو، بيستروي. كنظن كانت مفاوضات ولا كان اقتراح، ربما ما شجعوش الراتب الشهري اللي ربما اقترحوا عليه المسؤولين ديال الفريق الرجاء الرياضي. كاين اسماء اخرى كما قلت مدربين اللي هما المانيين مطروحين، واسماء اخرى اللي هي مطروحه، من حتى الساعه حتى شي حاجه الشيء اللي بغينا ما هي نقوله رسميه. كان اجتماع صباح كنظن بين طاقم بين مسيرين في المكتب المسير ديال فريق الرجاء الرياضي مع المدرب، وكنظن المساعد ديالو السي عبد الكريم الجناني. جنان الجناني كيبان بان القرار ديال الاقاله تحسم اليوم، وقيل المكتب المسير كيدرس يعني شكون هو المدرب الجديد اللي غادي يكون يعني خليفه ديال زويكو فريق الرجاء الرياضي. لحد الساعه باقي كاين غير دراسه ديال السير ديال النهج، ما كاينش شي مدرب اللي نقدروا نقولوا راه اقرب لهذا هذا، وكاين حتى نقدر نقول لك حتى يعني اختلاف وجهات النظر بين مجموعه ديال المكونات ديال فريق الرجاء الرياضي حول الطريقه ديال الاختيار ديال المدرب، ربما تقدر يعني من يعني تولي هذه شكون المساله يعني خالقه مشكل داخل فريق الرجاء الرياضي في اطار يعني بعض نقدر نقول لك بعض واش نسميهم تيارات ولا نسميهم يعني ديكلون اللي كاينين داخل فريق الرجاء الرياضي. وهذا هاد الكلون دائما كان، غير كانت موحده من الموسم الماضي النتيجه اغلب يعني الوجوه كانت قريبه من اللاعبين ومن المكتب المسير، وكانت كتساهم بمنح وكتدعم باش انها تكون نتيجه وتعطات يعني يعني الاكل ديالها بالتتويج بلقبين، مي ربما هذا الاختيار ديال زبيكو خلى مجموعه ديال وجهات النظر والاختلافات كثيره في وجهات هي النظر اختيارات اللي خاص المدرب اللي خاص يعني المكتب المسير يتحمل فيها المسؤوليه نعم. ويحاول انه يخلي الاستقرار داخل فريق الرجاء الرياضي. اذا ما كانش الاستقرار التقني على الاقل الاستقرار داخل المكتب المسير وداخل المنظومه ديال المنخرطين ديال الفريق.